وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل يقول: طفل عمره 5 شهور توفي، هل يكفي في غسل تعميمي بالماء ولفه بقطعة واحدة؟ أخي المبارك الفاضل على هذا السؤال، أولا لله ما أخذ له ما أعطى، كل شيء عند الله المسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا. وغسله يكون كغسل الكبير تماما، غسله في الجنازة يكون كغسل الكبير تماما. جزاك الله خير، صلى الله عليه وسلم.